مفروض انه دايما نفتكرها عشان ما هتحصل شويه انتكاسات قريب يعني. اكيد واحنا انا اتميز عندكم ان انا كبير في السن وشفت ثوره 52 يوم بيوم يوم بيوم وفاكرها زي ما تكون امبارح. وكنا فرحانين جدا السنتين الاولانيين. انا مش عايز اخضكم يعني. وكنا بنحب نجيب قوي قوي. هو كان راجل ظريف قوي. كان راجل ظريف قوي. وعلى طبيعته كده. وبعدين فجرنا حاله احباط. اعتصمنا في جامعه القاهره في قاعه الاحتفالات. وقلنا مش راجعين مش قايمين من هنا غير لما نجيب يرجع. هو قال واستقال. لكن رجع لنا الفرح مره ثانيه 56 بتأميم القناه برضو. قعدنا نرقص في الشارع وحاجات كده. فانا بس بقول لكم الكلام. انا مش هعد لكم تاريخ ثوره يوليو بس بقول لكم. ولغايه دلوقتي انا ضد اختلف مع ناس كتير يقول لك ثوره يوليو هي دي اللي جابت لنا الكافيه. الحقيقه مش صحيح. بس صحيح احنا مدينين للي حصل 23 يوليو باشياء كثيره جدا وهي ايضا باقيه الى الابد. اذا كنا احنا لسه مدينين لمحمد علي لغايه دلوقتي يبقى مش هنبقى مدينين اللي عملته ثوره يوليو ومجانيه التعليم والاصلاح الزراعي والصناعات اللي بناها. انا بقول في ناس يقول لك ممكن تحصل ثوره مزلطه. انا ما اقبلش يعني. مش دي مش مخوفاني الحقيقه ابدا. ولانه تقولوا لي ليه؟ اقول لكم لان حجم الفضيحه لدرجه فضيحه كبيره قوي. مش ممكن حد يفكر يعمل ثوره ضدها. واذا فكر يبقى اهبل الحقيقه يبقى اهبل. وهضرب لكم كم مثل صغير كده على انه مستحيل ترجع المسائل كما كانت. هل ممكن مثلا ان جمال مبارك يظهر ويقول الفكر الجديد؟ مع انه كان بيقولها اول امبارح. انما مش ممكن يتجرأ ويقول الفكر الجديد. طيب هل ممكن وزاره الثقافه تطبع كتب كل كتاب عليه على ظهره صوره استاذ مبارك وعامله زي الشمس الاشعه عماله طالعه منها؟ هل ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. مش متصور. خلاص اتفضحت بقى الحكايه. اتفضحت. هل ممكن ان فاروق حسني يرشح نفسه لليونسكو ويعبأ اموال الدوله موظفين الدوله ويدعو مايسترو اسرائيلي لانه جايز يساعده؟ شوفوا شوفوا الفجر. شوفوا الفجر. جايز يساعده في انتخابات اليونسكو. هل ممكن يتصور انه يرجع؟ مش ممكن. هل ممكن ان علاء مبارك يطلع في التلفزيون يشتم السفير الجزائري ويقول له اخرج مش عايز بصفته ايه؟ يعني علاء مبارك بيطرد السفير الاسرائيلي باي صفه؟ ده حتى ملوش منصب ولا حتى عنده فكر جديد. يعني ما عندوش منصب يؤهله لهذا. او قريناها من يومين ان سوزان مبارك بيعقد تتلقى هديه من رئيس مجلس اداره الاهرام عقد من الماس بمليون ونص. ده المكتوب مليون ونص جنيه. هل تتصوروا مثل هذا يحدث من جديد؟ مش ممكن. فحيث ان هذا لا يمكن ان يعود فاحنا نطمئن انه ما فيش ثوره مضاده. وانا بتصور كانه واحد مثلا اكتشف ان الخدام بتاعه عمال يسرقه وان هو السبب في حريقه البيت. هل تتصوروا انه يرجع يشغله تاني عنده؟ ده مش ممكن. فمش ممكن. ومع ذلك على فرحي وعلى تفاؤلي كل اللي هقوله دلوقتي لا يقضي. انما هقول لكم بعض اسباب القدر. والحقيقه انا ترددت اقول ولا ما اقولش. قول بقى واجرت على الله. لانه تلامذتي متوقعين ان انا اقول لهم ان انا بشعر به حقيقه. صحيح احنا قلقنا لما احمد شفيق اعاد تشكيل الحكومه واستبقى بعض الوجوه القديمه. قلنا ايه الحكايه بالظبط؟ ازاي الوجوه دي تفضل في الوزاره اللي هي الوزاره اللي فاتت اللي استقالت وتحت. ومع ذلك الحمد لله انه
جه رئيس وزارة جديد وكل اللي أنا بسمعه مشجع وزارة الهجوم. هي طلعت تشكيل جديد اسباب القلق. معرفش بعضكم بقى هيشاركني وبعضكم مش هيشاركني، بس كل واحد يقول اللي في ضميره وخلاص. الأولانية إنه الشباب مش واضح له زعماء، وأنا عارف إن دي قد تكون ميزة وقد كانت أحد مزايا للنجاح، لأن مفيش شقاق مفيش خلاف ومفيش شخصنة، يعني تحويل المسألة إلى، بس برضو كون إن الشباب دول ما كانش لهم زعماء منهم حتى بتخلي افتقدنا من يتكلم باسمهم بوضوح وفصاحة، مش كده؟ أنا الحقيقة افتقدت ولا زلت افتقد الحكاية دي لغاية دلوقتي. طيب النقطة الثانية وجه تاني للقلق، إن الشعارات التي طرحت في ميدان التحرير وغيره شعارات عامة زيادة عن اللزوم في رأيي، خبز، حرية، كرامة، وعدالة اجتماعية برضه كويس، بس كنت أحب إنها تكون كنت أفرح لو كانت متخصصة أكثر. طبعا دي ليها مثلا إيه؟ لا لبيع القطاع العام مثلا، هو أنا مش ضد بيع بعض القطاع العام، إنما إيه؟ ده أحد الأمثال الواحد يكون